أعلنها إبراهيم رئيسي في حملته الانتخابية واقعية ذلك أم أنها ستبقى حبرا على ورق؟ أرحب بضيفي من لندن الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية السيد باباك إماميان. مرحبا بك معنا سيد إماميان إلى استوديو الحدث. وعود اقتصادية كبيرة أطلقت من إبراهيم رئيسي، قروض بفائدة منخفضة، زيادة الأجور، بناء 4 ملايين وحدة سكنية، دعم القطاع الصحي، هل له إمكانية لذلك أم أنها سياسات ستبقى فقط على الورق؟ أنا أتفق معك أن كل هذا مجرد سياسة، فلا يستطيع أن ينفذ أي من ذلك، فليس هناك أي عوائد نفط، ويأملون أن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق النووي مع إيران، وعندها سيتدفق النفط، هو يعتمد على ذلك. أما الأمر الثاني فهو سوء الإدارة. لنأخذ مسألة الكهرباء في إيران، لديهم نفط وغاز بحاجة إلى آليات لإنتاج الطاقة، إلا أنه هناك نقص كبير في إيران، والناس تعيش في ظلمات بسبب نقص الكهرباء على مدى 40 سنة. لم يستثمروا أبدا في البنية التحتية، بل هدروا المال في دعم ميليشياتهم في لبنان وسوريا والعراق واليمن، والآن المشكلة أصبحت كبيرة جدا. كيف سيحصلون على المال لإعادة بناء البنية التحتية في إيران إن لم يستطيعوا تقديم الأساسيات كالكهرباء والماء؟ كيف يمكن أن يصلحوا الاقتصاد؟ طيب لماذا لا توجد خطة مفصلة إن كنا نتحدث عن سعيه كما قال كي يجعل العائدات الحكومية بعيدة عن النفط، عن القطاع النفطي، عن عائدات النفط؟ إذن أين الخطة المفصلة؟ واليوم العملة الإيرانية تشهد انهيار كبير. الأمر الوحيد في خطته الاقتصادية الذي قد ينجح وهو انخفاض كلفة السكن، فكل ما يحتاجونه هو الطاقة، وبالتالي يمكن أن يبنوا بيوت صغيرة، وهذا هو الأمر الوحيد في الاقتصاد الإيراني، السكن. ولا أتحدث عن بناء ناطحات سحاب أو فنادق، بل وليس أيضا بنى تحتية ضخمة، مباني صغيرة. ماذا تحتاجه القطاعات الصغيرة في إيران؟ أما دون ذلك فهم بحاجة إلى العملة من أجل الآليات، وكذلك مشاريع مشتركة، لأن هناك سوء إدارة في كل المشاريع البنى التحتية بعد 40 سنة. 1.6 تريليون من عائدات النفط، لا يوجد أي وحدة إنتاج. سيد إماميان، يعني في ظل كل ما ذكرته، يبدو أنه لا سبيل لتنفيذ هذه الأهداف الاقتصادية بالنسبة لرئيسي إلا بالحصول على الأموال المجمدة، إلا برفع العقوبات الاقتصادية عنها والعودة إلى الاتفاق النووي. إن كانت إيران تعلم ذلك تماما، لماذا تعرقل مسارات التفاوض في فيينا؟ هذا سؤال جيد. هم يتعاملون، النظام العراقي يتعامل مع البرنامج النووي على أنه حرب بالوكالة مع الولايات المتحدة. هذه حرب، وما لم تقبل الولايات
الولايات المتحدة بأن إيران تتعامل مع هذا الأمر على هذا النحو، عندها سيكون من الصعب لهذا الأمر بأن ينجح. هكذا هم يتعاملون مع المفاوضات، هي حرب بالوكالة اليوم، وهي ذات تعطيهم مكانة عالية عندما يقولون أنهم يحاربون أمريكا بهذا النحو. وهل تمتلك إيران رفاهية الوقت لهذه الحرب مع واشنطن في فيينا؟ لننظر إلى المسألة من خلال قطاعي النفط والغاز، وهي التي تحافظ على بقاء إيران. قبل 70 عام تم تأميمها، والآن على مدى هذه السنوات الأخيرة تم خصخصة هذا القطاع من خلال تقريبا 50 شركة، كلهم يقولون أنهم يخسرون ولا يستطيعون دفع الرواتب للعاملين في مصافي البترول أو خطوط الإنتاج. إن سوء الإدارة بأكمله موجود في كل مكان، ولا أعرف كيف سيحققون ذلك. علينا ألا ننسى أن النظام الإيراني وقياداته يعيشون في حالة إنكار ولا يقبلون الواقع، يعيشون في افتراضاتهم الخاصة وبتفكيرهم الخاص. هناك أشخاص آخرين وهم يعيشون في عالم مستقل بهم. من لندن الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية سيد باباك إماميان، شكرا جزيلا لك. في استوديو الحدث أيضا بعد قليل.